في تونس أو إليها وصل رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد بيبة، حيث يلتقي الرئيس التونسي قيس سعيد في خطوة لإعادة المياه لمجاريها بعد فتور العلاقات بينهما منذ أسابيع. وقال المتحدث باسم بيبة إن اللقاء مع الرئيس التونسي سيبحث إمكانية فتح الحدود البرية وعودة الرحلات بين البلدين. السيد رئيس الحكومة بعد فتور العلاقات، رئيس الحكومة الليبي عبد الحميد بيبا يزور تونس، زيارة تهدف إلى تلطيف الأجواء وإعادة المياه إلى مجاريها. بيبا أعلن أنه سيلتقي الرئيس التونسي قيس سعيد بعد أسابيع من التوتر بين البلدين بسبب القضايا الأمنية. المسؤول الليبي بث رسائل الود خلال مساءلته أمام مجلس النواب قائلاً إنه سيعمل على وضع النقاط على الحروف وحل المشاكل العالقة بين البلدين، وفي مقدمتها استمرار إغلاق الحدود، وشدد على أن بلاده ترد على الاتهامات فقط، وهذا لا يعني أنه يتهم تونس بتصدير الإرهاب، فهي دولة صديقة وشقيقة وجارة، ولا بد أن تكون علاقات البلدين رسمية وشعبية واقتصادية على حد وصفه. ونشب خلاف بين البلدين قبل نحو شهرين بعد إغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا، ثم تصاعد بعدما تبادل مسؤولون من البلدين الاتهام بأن كل منهما يشكل خطرا أمنيا على الآخر. كما أججت الوضع وسائل إعلام البلدين بعد بثهما أخبارا لم يثبت صحتها عن سوء الأوضاع الأمنية فيهما، منها استعداد عشرات الإرهابيين في قاعدة الوطية غربي ليبيا للهجوم على تونس. وظلت تونس مفتوحة الأبواب أمام ليبيا خلال سنوات حربها، كما استضافت العديد من المؤتمرات لإعادة الاستقرار إليها، فضلا عن استضافتها العديد من البعثات الدبلوماسية والإنسانية التي تركز عملها على طرابلس.